مطلوب منا هنا أن نقوم بتمثيل المعادلة y أكبر من 5 على خط الأعداد وعلى المحور الديكارتي. دعونا نقوم بالتمثيل على خط الأعداد أولا. دعوني أرسم خط أعداد. هذا هو خط الأعداد وعليه جميع القيم الممكنة لـ y. دعوني أضع الصفر على خط الأعداد، وبكل وضوح فمنه يمكننا الانتقال بين الأعداد السالبة، لكننا نريد أكبر من 5، إذن سأركز على الجانب الموجب. هذه 1 2 3 4 5 ثم 6 7 وهكذا. خط الأعداد هذا يمثل y، وتكون y أكبر من 5 وليس أكبر من أو تساوي 5، بالتالي لن نشمل 5 من ضمن الأعداد التي يمكن أن تمثل y. إذن لن نشمل 5، بالتالي سأضع دائرة مفتوحة حول 5 وجميع القيم الأخرى الأكبر من 5 ستكون من ضمن القيم. فإذا كان لدينا إشارة أكبر من أو تساوي، سيكون علينا أن نغلق الدائرة عند 5. إذن سنقوم بتمثيلها على خط الأعداد. دعونا نقوم بالشيء نفسه على المحور الديكارتي. دعوني أرسم محور ديكارتي هنا، إنني أرسمه بالشكل الاعتيادي. هذا هو محور Y، ثم المحور الأفقي والذي سيكون محور X، دعوني أحدد بعض قيم Y الموجبة، 1 2 3 4 5، هذه 5، ونكمل 6 7. يمكنك الاستمرار لتصل إلى أعداد أكبر، ونريد أن تكون y أكبر من 5 وليست أكبر من أو تساوي، إذا لن نشمل 5. سنرسم خطا منقطا عند y تساوي 5. هذا يوضح أننا لن نشمل y تساوي 5. نريد تضمين جميع القيم الأخرى التي أكبر من 5، سأقوم بتضليلها. لدينا هنا جميع القيم الأكبر من 5 مضللة. إذا كانت أكبر من أو تساوي 5، فسيكون علينا أن نرسم خط عادي، لأنه لا تهمنا القيمة التي سنختارها لـ x، حيث أن قيمة y ستكون دائما أكبر من 5.